القناة الجديدة أول خطوة من 1000 خطوة. خلاص من غير ما نشرح مصر الفعل الكبير عن مشروع قناة السويس. بالنسبة للقناة لوحدها، أما الاحتفال ده حاجة تانية خالص. يعني أنا ما كنتش متوقع الشعب قنا يطلع بالاحتفالات دي، وعلى رأسهم معالي محافظ هنا سيادة اللواء عبد الحميد الهجان. بصراحة احتفال منظم، وبشكر رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة على التأمين المحترم اللي موجود، وبهني شعب مصر كله بافتتاح القناة، وبشكر الناس اللي حضرت، وحسن لقاء جميل جدا، ومصر كلها فرحانة وشعب هنا كله فرحان بافتتاح قناة السويس الجديدة، وربنا يجعلها إن شاء الله افتتاح خير على الأمة الإسلامية والعربية وعلى دول العالم كله. أما بالنسبة بقى للقناة فهي شريان الحياة الجديد للعالم كله، وهنا يعني الراجل اللي قال وخطط ونفذ ده له كل الشكر والتقدير والعرفان من جميع شعب مصر، مسلمين ومسيحيين، الجميع بيشكر فخامة الرئيس على الإنجاز العظيم اللي عمله في الوقت القصير، وبيشكر رجال القوات المسلحة على التنفيذ في توقيت صح، والقافلة صارت والذئاب تعوي، وإن شاء الله مسيرة هتتم ومصر بخير، وإن شاء الله مصر مصونة ومصر محفوظة برجالها وبرجال أمنها وبرجال القوات المسلحة وبرجال الشرطة وبرجالها المخلصين وبقادتها. وبدعو ربنا سبحانه وتعالى أنه يوفق القائد الأعلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويرزقه البطانة الصالحة التي تعينه على أمر دينه ودنياه، وتعينه على ما فيه مصلحة للعباد والبلاد، اللهم آمين. أمبابي من برحب حضرتك. أهلا بيك، أهلا بيك وقناة الجامعة، فرحانين انها بتشاركنا فرحتنا. يعني بنشكر حضرتك جدا. راي حضرتك في افتتاح قناه السويس في الوقت ده، مخصوص مشروع في الوقت ده، بيمثل حضرتك ايه؟ مصر العظيمه دايما تبعت رسائل لها مغزى ومعنى على مر العصور. المغزى ان احنا شعب حي، شعب له حضاره، شعب له تاريخ، شعب له حاضر، وشعب له مستقبل. والمعنى ان احنا دايما نقدم الخير لكل العالم، بنستغل الطاقة بتاعتنا والقوة بتاعتنا في خير لكل العالم. عمرنا ما استخدمنا قوتنا في هدم الآخر، دايما قوتنا نبني بيها أهرامات، قوتنا نبني بيها السد العالي، قوتنا نحرر أرضنا في 73، قوتنا نفتح شريان للحياة جديد يخدم العالم كله. لم نستخدم قوتنا أبدا في هدم أو في تدمير زي بلاد كتير وأمم كتيرة. احنا شعب مصري أصيل يحب الخير، الجينات بتاعته خير، ويحب الخير لكل العالم. تحية لكل طفل صغير باباه سابه عشان يروح يشتغل في القناة، وتحية تقدير لكل من تعب وبذل عرق وجهد سواء في التخطيط أو في التنفيذ أو في التأمين أو في الإعداد الرائع والجميل والمبهر لكل اللي شافه. ده مش كلام للسياسة، ده كلام، دي رسالة للعالم زي ما قلت من الأول، معنى ومغزى، ودايما مصر في الخير والبركة برجالتها. وأشارك فضيلة الشيخ خالد في كل الكلام الحلو اللي قاله واللي عبر بيه عن كل إحساس شعب جينا ومنطقة الصعيد كلها بأكملها، وكل سنة وانتم طيبين. فكرة انه الفكر المصري والمشروع مصري والتنفيذ مصري والتمويل المصري بيمثل الأنبابي من ايه؟ يمثل وطنية، يمثل أصالة، يمثل حضارة، يمثل كل المعاني، كل المعاني. ان انا الحمد لله كفاية ان انا املك ارادتي، وهو ده أعظم ما في الموضوع. إرادتي ترجمناها لمادة، ترجمناها لتخطيط، ترجمناها لتنفيذ،
بإرادتي، محدش أملى علي شروطه على الإطلاق، واللي جاه اشتغل عندي من برلا خد فلوسه، خدها كاش، ما استناليش ولا اتفاوضت معاه. شيء جميل الكلام اللي بتقوله حضرتك، زي ما بقول من يملك إرادته ده إنسان حر، وأعلى ما في القيم البشرية هي الحرية. بشكر حضرتك جدا في الكلام. شكرا فندم. معايا دلوقتي الشاعر وعضو اتحاد كتاب مصر الشاعر محمود المغربي، بنرحب بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك، وكل سنه وانتم طيبين، وكل سنه ومصر كلها بخير ان شاء الله. ايه راي حضرتك في افتتاح القناه؟ طبعا حدث تاريخي، مصر بلد كبيره جدا وبلد امكانياتها رائعه جدا، فجميل ان يعني في ظرف عام واحد بس باستثمار الشعب المصري، يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مصر العربيه القويه، يعني نستطيع ان تكون لدينا قناه اخرى، قناه جديده، يعني اضافه لمصر وللعالم كله ان شاء الله. حضرتك شايف مستقبل مصر ازاي بعد افتتاح قناه السويس الجديده؟ انا عموما انا يعني دائما الشاعر هو متفائل دائما، وانا بالفعل متفائل جدا بمصر وشباب مصر وبيكم وبالبنت المصريه. مصر بلد محوريه، بلد مصر بلد عظيمه جدا، وليس كلام انشا ولا كلام اناشيد ولا لا، بالفعل مصر. انظري الى الخريطه العربيه حوالينا، سوريا، العراق، اليمن، بالفعل نرى مآسي من خلال وكالات الانباء اللي احنا بنشوف ده، فعلا شيء صعب جدا، ونشعر احنا بالامان في مصر رغم كل ما يحدث. مصر تظل قويه، مصر بلد يعني آلاف السنين، وليست بلد من النهاردة ومبارح، لا، مصر بلد عظيمة، وأعتقد إن شاء الله بيكم وبكل شباب مصر نستطيع أن نستعيد مصر اقتصاديا وثقافيا وسياسيا ومعرفيا، وأيضا تظل مصر حامية لكل وطن العربي إن شاء الله. بنبارك لحضرتك مرة تانية ولكل المصريين بافتتاح قناة السويس. وكل حضرتك وانت بخير، ومصر كلها بخير إن شاء الله، وكل الشعب المصري في تقدم ورفعة وسلام إن شاء الله وأمان. اللواء مهندس هاني محمود حمدي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، برحب بحضرتك. أهلا وسهلا، كل سنة وانتم طيبين. عايز أعرف رأي حضرتك يا فندم في افتتاح قناة السويس الجديدة. والله الحقيقة ده نصر، يعتبر نصر تاني زي نصر أكتوبر، فرحة كبيرة جدا بتعم المصريين كلهم، أنا شخصيا فرحان جدا بيها، يعني هتجيب الخير كله إن شاء الله لمصر، فتحت خير على العالم كله مش على مصر بس، وزي ما اتقال فعلا إنها هدية مصر للعالم بالكامل. قناة السويس الجديدة دي هتدخل دخل زيادة، هتسرع زمن الرحلات بتاعت السفن داخل القناة، مكسب لمصر لا شك. وبعدين قناة السويس لازم عارفين انها مش هتبقى المجرى الملاحي فقط، قناة السويس هي المجرى الملاحي والخدمات اللي حواليه والصناعات اللي هتقوم عليه، يعني مكسب كبير للبلد ان شاء الله، خير على البلد بالكامل. حضرتك فكرة انه الفكرة مصرية والتنفيذ مصري والتمويل مصري بتمثل حضرتك ايه؟ انا مصري حتى النخاع الحقيقة، وبعدين انا كنت بنتمي للمؤسسة العسكرية، معلش انا يمكن سبت المؤسسة العسكرية من فترة، لكن انا ما زلت بنتمي ليها. الحقيقة البلد دي خير علينا كلنا، والحقيقة البلد دي في منها اولاد وفي منها شباب، الخير كله بيجي على ايديهم هم. عشان تبقى عارف المصريين ليهم افكار وليهم حاجات محدش في العالم كله يقدر يعملها. احنا قمنا بثورتين، مش عايز اقول لك محدش في العالم قام بالثورتين دول، يمكن قمنا بثورتين وراهم 25 يناير و30 يونيو كلهم في خلال سنتين ونص ثلاث سنين، مفيش حد في الدنيا عمل الكلام ده. احنا بنجيب افكار وعندنا قدره ان احنا، على فكره المصري لما بيحط حاجه في دماغه عايز ينفذها يفكر لها كويس وينفذها كويس، بس ادوله فرصه وادوله الامكانيات والخير كله هيطلع على ايديه ان شاء الله. شايف حضرتك مستقبل مصر ازاي بعد افتتاح القناه؟ طبعا احنا عارفين انه مشروع قناه السويس لا يعتمد فقط على المجرى الملاحي الجديد، لكن في مشروعات تنمويه تكون على الجانبية القناه، فعايز اعرف مستقبل مصر ازاي شايفه حضرتك؟ ان شاء الله باذن الله المشروع ده هيفتح فرص عمل كثيره جدا للشباب،
هيدخل دخل لمصر، هيتعمل مناطق صناعيه حوالين قناه السويس، مناطق خدمات، وانا اعتقد ان ممكن مناطق الخدمات دي في يوم من الايام انها تنافس ميناء دبي، لان ميناء دبي اساسا بتقوم على الخدمات، فهيتعمل الخدمات دي هنا اذا كان خدمات للسفن او خدمات اصلاح او خدمات نقل بضائع، هيتعمل مصانع، هيتعمل مناطق حره، الحقيقه هتبقى حاجه هايله جدا وهيبقى في دخل هايل لمصر، بالاضافه ان هو هيربط شرق وغرب قناه السويس بعضيها اللي فيها تعرف في 6 أنفاق هيتعملوا، فلا شك ان ده هيبقى طفره لقناه السويس وطفره لسينا كمان في نفس التوقيت. الاستاذ زين العابدين فخري رئيس مركز ومدينه قوس، برحب بحضرتك. اهلا بيك. اهلا. عايز اعرف راي حضرتك لافتتاح القناه. راي حضرتك في افتتاح القناه؟ طبعا دي فرحه مصر، فرحه مصر، فرحه شعب، تاريخ، بنوري العالم ان احنا لما نحب نعمل اي حاجه بنعملها. احنا كمصريين خططنا، نفذنا، مولنا، انتجنا، ودي كل العالم، هديه مصر للعالم كله. فمهما كان، مهما عبرت انا وانت واي مصري، البلد كلها النهارده فرحانه. طب مستقبل مصر حضرتك شايفه ازاي بعد افتتاح القناه؟ ان شاء الله دي بدايه المشروعات القوميه الكبيره اللي تخلي البلد تاخد مكانتها العالميه. احنا تاخرنا كتير لظروف كتيره وعصور كتيره، لكن احنا دلوقتي معانا قائد، بمعنى كلمه قائد، البلد ان شاء الله هتاخد مكانه وهتكون في مصاف الدول العالميه خلال سنوات قليله باذن الله، بس لازم كلنا نتعب ونشتغل. حضرتك فكره انه المشروع مصري والفكره مصريه والتنفيذ مصري والتمويل مصري بتمثل حضرتك ايه؟ بتمثل لي قامه كبيره، بتمثل لي يعني فرحه ملهاش حل. احنا طول عمرنا بنعتمد على بره، على يا اما الفكر يا اما التنفيذ يا اما التمويل. النهارده انت بتعمل كل ده من عندك انت، من ولادك، من خيرك، من سواعدك. فدي حاجه ما يعني الحمد لله ان الواحد عاش شاف يوم زي ده. بشكر حضرتك جدا يا فندم. اي شكرا خالتي، كل سنه وانتم طيبين. حضرتك طيب. جمال احمد حفني. استاذ جمال، مبروك لافتتاح قناه السويس الجديده، وايه راي حضرتك في افتتاح القناه؟ مبروك ومليون مبروك للشعب المصري على هذا العمل والانجاز الضخم الكبير. جمال حفني، رئيس قريه المراجده. حضرتك تقول ايه للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ اقول له الى الامام ولا يهمك. في مثل بيقول يا جبل ما بيهدك ريح. ماشي. شكرا جدا. فرحه جميله خالص، يعني ساعدتنا يعني لا تقدر بمال. تقولي ايه للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده؟ ربنا يبارك فيه ويخليه يا رب، ويعمل كمان وكمان ان شاء الله، ويخليه لينا يا رب. الف مبروك على قناه السويس. شكرا جدا. الرائد يوسف محمد امين. سيادة الرائد، مبروك افتتاح قناة السويس الجديدة، وإيه راح افتتاح القناة؟ احنا كلنا فرحانين، وده خير لمصر وخير لأولادنا، ودي حاجة عظيمة وحاجة العالم كله هيتفرج عليها، وحاجة الناس كلها تبقى مبسوطة بيها. تحب تقول إيه لسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ أحب إن أنا أشكره، وده جميل عمرنا ما ننسوه، وده جميل لولد الولد يعني هيطلع يشكره برضه. كلمة أخيرة للشعب المصري. نحن مصريين وبنحب الشعب المصري ومكملين، وعمرنا ما نتراجع، ومعاه لغاية النهاية. الشهيد محمد هاشم. حسين عبد الحفيظ محمد. مبروك افتتاح قناة السويس الجديدة، ورأي حضرتك إيه النهاردة افتتاح القناة؟ حاجة تفرح، وربنا إن شاء الله يبارك في كل ساهم في قناة جديدة، وده إن شاء الله خير لمصر، وربنا يكرمنا إن شاء الله ونتكاتف جميعا، وتحيا مصر، وربنا يكرم الجميع إن شاء الله ويوفقنا لما فيه الخير لمصر يعني. الرئيس السيسي وجميع والشرطة والجيش والشعب كله إيد واحدة. شعورك إيه النهاردة وفي احتفالية قناة السويس؟ والله شعور يعني حاجة مفرحة وحاجة شرف للمصريين، وحاجة نفتخر بيها يعني، ده إنجاز تاريخي اللي حصل ده في سنة يعني. فربنا يوفق إن شاء الله ويكرم الجميع إن شاء الله، وتحيا مصر. أم محمود، إيه شعورك النهاردة وافتتاح قناة السويس الجديدة؟ أنا فرحانة عشان أنا من مواليد السويس، فرحانة بالقناة، أنا من مواليد السويس، وجينا في 57 في الحرب،
وقعدنا هنا، ناس ابويا من هنا من جنا، وقعدنا وانا كبرت واتجوزت هنا، واهلي رجعوا السويس ثاني، وقاعدين في السويس اخواتي، وامي توفت في السويس، ودي السويس حته منينا دمنا، واحنا فرحانين بالكنال. الله يرحم جمال عبد الناصر لما عمل الكنال واحنا عيال فرحنا، ولما كبرنا دلوقتي فرحانين بالكنال. انا كنت نفسي اروح احضر الاستعراض معاهم بكره في السويس، بس عيال ابني ده تعبان وده، وقلت انا قاعده قصادهم. وانا فرحانه النهارده اللي جيت ولقى ده، انا من الصبح هايص واطبل وزمر. تحبي تقولي ايه للسيد رئيس عبد الفتاح السيسي؟ بقول له ربنا يزيدك ويجعل اللي كنا بنشوفوه في جمال عبد الناصر نشوفوه فيك يا رب، وتريح الشباب الغلبان ده اللي كله الشباب، كل بيت فيه ثلاث اولاد قاعدين ومش متوظفين، وحال الولاد تعبان. يريح الشباب دي بتاعته مكان ده، السعوديه مريحين اولادهم، عايزين مصر زي السعوديه يفتخروا بيها كده، يفتخروا بيها، وربنا يكرمكم ويعدل لكم يا رب ويوسع عليكم، ويجعل الفوق لفوق كمان، ويجعل بلدنا طول عمرها منصورة، مصر مصر يا رب. والعيال بيغنوا تسلم الأيادي وعاملين لنا فرح. هاجر هلال طالبة بكلية تجارة. هاجر، ايه شعورك النهارده في احتفال قناة السويس؟ هو بصراحة أنا مش لاقية كلمة طبعا توفي الفرحة اللي فيها مدى المصريين طبعا النهارده، لأني بصراحة النهارده طبعا يوم تاريخي، لأن كفاية طبعا قناة السويس الجديدة أكيد طبعا هتعمر مصر من جديد، وهتعمر ناس كتير طبعا، وهتشغل ناس أكتر وأكتر، ويا رب إن شاء الله يكون خير على كل المصريين بإذن الله. زيدان حسنين الوظيفة، وأنا مش عارف الوظيفة، مهندس زراعي. أستاذ عدلي، إيه شعورك النهارده في افتتاح قناة السويس؟ طبعا شعور بالفخر والاعتزاز يعني بالانجاز الكبير اتحقق. تقول ايه للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ ربنا يوفقه ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يوفقه ان شاء الله، ومن التقدم لتقدم ان شاء الله. ربنا ان شاء الله جدا استاذ عدلي، ومبروك. العميد مصطفى حسن مصطفى، مدير حديقه الكورنيش. حضرتك ممكن تقول لنا ازاي تم تنظيم الافتتاح النهارده؟ النهارده تم تنظيم الاحتفال بافتتاح قناة السويس مع السيد السكرتير العام، وحطينا جميع اللمسات اللي شفتيها حضرتك في النهارده، واعتقد اتمنى ان اكون نالت اعجابكم يعني ونجحت لحد ما. ايه شعور حضرتك النهارده حلم المصريين اتحقق وتم افتتاح قناة السويس الجديده؟ كل الحب والفخر، وتحيا مصر، واتمنى ان الشعب المصري يقف خلف القياده بتاعته، الفريق لسياده المشير السيسي، ويحب مصر بجد بقى، كفايه بقى تهريج وهزار، واحنا عايزين ناس تبني. اتمنى ان الشعب المصري، وعايزين نبتدي بالشباب، ربنا يعينهم ويوفقهم ويفتح لهم الطريق. شكرا جدا لحضرتك، مبروك مره ثانيه. متشكرين قوي يا رب. جمال محمد ابراهيم، رئيس قسم الاشغالات بشرطه المرافق. ايش راي حضرتك في افتتاح قناه السويس؟ والله هو مشروع هيعود على ابنائنا وعلى ابناء ابنائنا، بس احنا كمصريين تعلمنا الصبر ومن ايام الفراعنه، فيا ريت نهدى شويه ونوقف مع الراجل اللي هو السيد عبد الفتاح السيسي، لان ده راجل محترم، ومش عايزين نفقده، لان مصر مش عايزه تفقده، لان انسان بصراحه يعني تقدمنا على ايد السيد عبد الفتاح السيسي، فمفروض من اصغر مصري الى اكبر مصري ان يقف بجانب هذا الرجل. استاذ حسين السيد، وكيل وزاره التضامن بمحافظه قنا، برحب بحضرتك. اهلا بحضرتك والساده المشاهدين. في البدايه عايز اعرف راي حضرتك في قناه السويس الجديده. بسم الله ما شاء الله، طبعا مصر بلد الانجازات، واحنا الحقيقه انجاز القناه في بهذا
الشكل وهذا العمل في خلال فترة سنة شيء غير مسبوق الحقيقة. مجموعة من الأعمال المؤكد هتسجل في موسوعة الجنس على اعتبار انها يعني استخدمت اكبر عدد من الكراكات، استخدمت اكبر عدد من العمالة، عملت اعلى منسوب لإتاحة الفرصة للسفن العملاقة انها تخش وتستخدم القناة على مدار تاريخها. الحقيقة يعني مجموعة يعني مش غريبة على الشعب المصري اللي بنى الهرم واللي عمل القناة الأولى أيام يعني بأيادي أجدادنا. والحقيقة من يوم للتاني احنا بنطور في القناة، والحقيقة أنا بفخر إن أنا من أبناء مدن القناة، فاللي يعرف الإنجاز هو أكيد اللي بيعيش العمل داخل القناة، والحقيقة ده إنجاز أنا يعني بعتبره بعتز بيه، وبنوه للجامعات الأهلية دايما تلقي شبابنا في الندوات تقول لهم إيه اللي بيتم على أرض القناة بالفعل من إنجازات. يعني فكرة أنه المشروع مصري بفكرة مصرية بتمويل مصري بتنفيذ مصري، فكرة أو مشروع مصري خالص، بيمثل حضرتك إيه؟ طبعا يعني احنا طول عمرنا بنعتز بمصريتنا. المشروع كفكرة ذكية جدا ان هو يتم بتمويل مصري خالص. ما تتخيلش حضرتك وسائل الاعلام الاجنبية لما شافت المصريين وهم بيتدفعوا خلال 8 ايام عشان يسجلوا اعلى نسبة اكتتاب في القناة 64 مليار جنيه في 8 ايام، ده ساهم في حاجات كتيرة. ان هو حتى خلى الشركات اللي هي دخلت عشان تشارك المصريين في العمل تعرف ان ده طالع من جيوب البسطاء عامة الشعب، فلذلك الحقيقة كان تعاونها على أعلى مستوى، والشغل بتاعها على حسب ما سمعنا كان 24/7 24 يوم 24 ساعة في اليوم لمدة ساعة. ما كانش في توقف يعني. بشكر حضرتك جدا يا فندم. ربنا يخليك يا فندم، كل سنة وانتم طيبين. عبد الحميد العجان. أستاذ محمد فنجري وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة قنا، برحب بحضرتك. مرحب بقناة جامع جنوب الوادي. في البداية عايز أعرف رأي حضرتك في قناة افتتاح قناة السويس الجديدة. والله احنا كنا عاملين احتفالية امبارح في مركز شباب مدينة قنا، حضرها معي سيد اللواء عبد الجواد النجار سكرتير عام. كنت قدمت كلمة بسيطة، قناة السويس القديمة أصدر بها فرمان الخديوي محمد سعيد سنة 1859. استغرق بناء القناة أو فتح القناة أو شق القناة 10 سنوات. افتتحها الخديوي إسماعيل في 1869، عمل لها افتتاح أسطوري كان لها الفضل برضو على الناحية الاقتصادية على جمهورية مصر العربية. في 2014 أصدر الرئيس محمد عبد الفتاح السيسي قرار بإنشاء قناة السويس الجديدة. في خلال 12 شهر تم افتتاح هذه القناة. القناة الجديدة بإذن الله هيكون لها أثر اقتصادي على الشعب المصري، سواء كان من أربع نواحي أنا اعتبرتهم: ناحية اقتصادية وناحية أمنية وناحية سياسية وناحية اجتماعية. البلد في هذه الأيام تحتاج إلى المشروعات العملاقة التي ترفع التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية، لأنه نحن نعيش في فترة كساد بإذن الله. بشكر حضرتك جدا. ربنا يبارك فيكم سيدي. شكرا. يلا وكلنا بخيالنا نسرح، هنقسم لقمة بيننا وحبة نجمع حبة نطرح، ويفضل عالمك الغالي تملي. الرئيس عبد الفتاح تيتي ربنا يساعده على الإصلاح في كل مكان إن شاء الله. الأستاذ عماد شاكر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا، برحب بحضرتك. يا أهلا وسهلا بكم، ونقول نهنيكم على اللقاء واللقاءات الجميلة اللي أنتوا عملتوها مع كل الناس الضيوف اللي هنا. بنشكر حضرتك جدا. في البداية كنت عايز أعرف رأي حضرتك في قناة السويس الجديد.
قناة السويس جديدة بدون يعني في اختصار هي مستقبل مصر، وقد هي هدية مصر للعالم، وهي أول خطوة على طريق الإصلاح الاقتصادي، ومش الاقتصادي بس، لا إصلاح اقتصادي وسياسي، حيث أن العالم مصر أصبحت بؤرة كما كانت، عادت لمكانتها وريادتها، العالم يتسابق على علاقاته مع مصر. فكرة أنه التمويل المصري والتنفيذ مصري والعمالة مصرية بتمثل حضرتك؟ تمثل حرب أكتوبر، لأن حرب أكتوبر أيضا كانت جنود مصريين، أداء مصري، ما كانش عندنا خبراء، الرئيس السادات رحمة الله عليه طلع الخبراء وما كانش في أي أجنبي عندنا أيام، هذه هي أكتوبر الثانية، حرب أكتوبر الثانية، بس دي حرب اقتصادية بأيدي مصرية، فلوس مصرية، رئيس مصري، فكر مصري، مصرية 100%. تحب تقول الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ أقول له أنت 100% ومواعيدك برفت يا سيادة الرئيس، وخليك على كده، المواعيد أهم حاجة، إن إحنا كنا مفتقدين التوقيت الزمني والنظام، لأن إحنا الوقت أصبحنا في قائد النظام الرئيس عبد الفتاح السيسي. بشكر حضرتك جدا يا فندم. أنا بهني الشعب المصري العظيم كله بهذا الإنجاز العظيم، وبقول تحيا مصر، وبإذن الله يعني 6/8 دي بداية إصلاح اقتصادي إن شاء الله. شكرا جدا. صوم طيبين. أفرع عويدة، رئيس جمعية تنمية المرأة الريفية الكوم الأحمر في مركز فرشور. أولا مبروك افتتاح قناة السويس، وإيه شعور حضرتك النهاردة في الاحتفال؟ الله يبارك فيك، وشعور جميل خالص، وبقول للشعب المصري كله ألف مبروك، ودي القناة بتاعت الشعب كله، ودي اللي بتثبت إنه الشعب والجيش إيد واحدة، والحمد لله قدرنا نحقق هدف كنا كلنا بنتمناه، وبهني السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبقول له ألف مبروك، وشعب مصر ألف مبروك. ما هو انت الاب وانت الام، مهما اقولك برضو شوية بلدي. استاذ محمود عبد الوهاب برحب بحضرتك. اهلا بحضرتك، وكل سنه وانت طيب وكل شعب مصر بخير. في البدايه طبعا ببارك لحضرتك على افتتاح قناه السويس الجديده. مبروك علينا وعلى مصر كلها وعلى شعب مصر العظيم. عايز حضرتك تكلمنا عن فقرات الحفل النهارده. هو النهارده احنا عملنا ديفيليه طبعا من قصر الثقافه لغايه ديوان المحافظه، وبعد كده من ديوان المحافظه اتجهنا في شارع البستان مرورا بشارع المحكمه، ثم شارع الجميل الى ميدان المحطه، وبعد كده طبعا تمركزنا هنا. الفقرات طبعا زي ما حضرتك شفت، فقره التعطيب لفرقه القنا للفنون الشعبيه، وفرقه المزمار البلدي، وفرقه الفنون الشعبيه للاطفال، وفرقه التنوره. العروض هنا والحفله مستمره لحد امتى ان شاء الله؟ هو احنا مستمرين بالنسبه لفرع ثقافه قنا لغايه نهايه شهر اغسطس ان شاء الله. أروى انت عارفه ايه اللي ماسكاه في ايدك ده؟ ايه؟ عارفه ايه اللي انت ماسكاه في ايدك ده؟ ايوه. ايه بقى؟ الشهاده، شهاده قناه السويس. بتحب الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ تحب تقولي له ايه بقى؟ احب اقول بحبك يا سيسي. حافظه حاجه؟ حافظه اي اغنيه لمصر؟ بلادي يا بلادي بحبك يا بلادي، بلادي بحبك يا بلادي. بشكرك جدا. محمد خالد محمد. محمد، انت عارف الاحتفال النهارده عن ايه؟ عن قناه السويس. ايه رايك بقى في قناه السويس الجديده؟ حاجه جيده جدا، هتدخل حاجه المصري ان شاء الله. مبسوط يعني بالقناه الجديده؟ خالص. انت حاضر الاحتفال من اوله، هتكمل الاخر ولا هتمشي دلوقتي؟ لا اكمل للاخر، مع حبيت لبكره. بتحب الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ بتحب الرئيس عبد الفتاح؟ طبعا. بتحب تقول له ايه بقى؟ تسلم ايديك يا رئيس عبد الفتاح. ماشي، بشكرك جدا. شكرا. على مطرح البركه خلاص ونوينا، وهتبقى كل على ايدينا، قصدنا عن اللي يعدينا، عزم رجع
وتحيا السيسي وتحيا السيسي مليون ألف مرة على اللي عمله في مصر خلال سنة وأقل من سنة، دي ما حصلتش مدى الحياة. طب قول لي إحساسك بقى بقناة سويس الجديدة. فرحة كبيرة، وأنا رايح شغال في السياحة، فرحة كبيرة جدا جدا. أنت جاي من مكان بعيد ومن الريف؟ الغردقة مخصوص، نازلة إجازة مخصوص عشان أحتفل في جنة بقناة السويس الجديدة، عشان ده فعلا عمل عظيم اتعمل فيك يا مصر. عايز أعرف رأي حضرتك بقناة السويس الجديدة وإحساسك بالفرحة اللي شايف. مشروع تمام الحمد لله، يعني ربنا يوفقك إن شاء الله. إن شاء الله. أيوه. أنا بقول لمصر النهاردة افرحي وما تعيطيش، وأدمك الرجال القوات المسلحة هتجيب لك حقك، وبقول السيسي كل سنة وانت طيب. انت عسل. نقول لمصر افرحي النهارده برئيسك البطل عبد الفتاح السيسي وابن مصر الحر، وتحيه للجيش المصري وشرطتنا والشعب الاصيل اللي وقف في حفر قناه السويس الجديده، وبقول يا بلادي هعيش علامه اصيله في كتابك وذكرى جميله في تاريخك وبسمه خفيفه في شفايفك ودمعه بريئه في عيونك يا مصر يا ام الدنيا يا فرحة قلوبنا. تحية لكل أمة مصرية ولكل شاب مصري، والتحية للشعب المصري بالكامل في الخارج وفي الداخل. مبروك لك يا مصر، مبروك يا رئيسنا يا بطل يا سيسي يا ابن مصر الحر. تحية للجيش المصري والقائد الجيش المصري ولكل جندي على أرض مصر وكل رجال الشرطة الأوفياء اللي هم حافظين الأمن والأمان في مصر وفي شتى ربوع الوطن الغالي. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. شكرا. شكرا. عمر الحميد. ايه احساسك بافتتاح قناه السويس الجديده؟ احلى افتتاح ان شاء الله، عاشت مصر. عايز كلمه للسيسي؟ تسلم السيسي يا عمي باشا. شكرا. جمال وهبي بنرحب بحضرتك يا فندم. اهلا، صباح الخير وكل سنه وانتم طيبين، ويعيدوا على مصر كل خير ان شاء الله. عايز اعرف من حضرتك تنظيم الحاله الامنيه خلال المسيره، كانت الحاله الامنيه الحمد لله مستقره، عايز اعرف من حضرتك ازاي نظمته؟ يعني الحمد لله بمساعده الاهالي كانوا مستجيبين معانا في تنظيم المسيره، والحمد لله الامور عدت على خير وكل القوات كانت موجوده في اماكنها، والحمد لله الامور ميسره ويعدي ليها على خير باذن الله، ونفرح كلنا دايما باذن الله ان شاء الله. عايز اعرف من حضرتك احساسك بافتتاح قناه السويس الجديده. والله انا سعيد جدا، واول مره فعلا في عمري دوا كله احس ان الشعب فرحان من قلبه، مش فرحه مصطنعه، مش مجموعات مدفوعه الاجر زي ما كنا بنشوف زمان، لا فعلا الناس نازله بفرح، حاسس بالفرح من قلبها، فالحمد لله ربنا يديم الفرحه ويبعد عننا الحاسدين والحاقدين. الحمد لله. شكرا لحضرتك، كل سنه وانت طيبه ومتشكرين. محمد مرعي سيد محمود. قول لي ايه احساسك بفتح قناه السويس الجديده؟ اخر حلاوه واخر جمال يعني، وربنا يبارك لك فتح السيسي. قول لي انت نازل مخصوص النهارده علشان خاطر قناه السويس؟ ان شاء الله. جاي من هنا هنا؟ من هنا، من عند السيد عبد الرحيم. ايه عايزه كلمه للرئيس عبد الفتاح السيسي. راجل محترم، وشفناش اي حاجه منه وحشه يعني، راجل يعني عادل للمحافظه والبلد كلها. ايه رايك؟ انا من الجبيل، اسمي منجا جبلله. قولي لي ايه رايك في افتتاح قناه السويس النهارده؟ احساسك جميله، احساس الصراحه يعني حاجه ممتازه، يعني انا كنت متمنى يعني نروح هناك مش هنا يعني، برضه هنا ناتي اصلح برضه. قولي لي ايه رايك عايزه كلمه للرئيس عبد الفتاح السيسي؟ لا الصراحه عبد الفتاح السيسي الصراحه يعني الله يخليه والله يبارك له، الصراحه راجل ممتاز الصراحه يعني. قولي يا حبيبتي ايه رايك في افتتاح القناه؟ حلوه. 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 ايه رايك في الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحبيه؟ قولي كلمة لي. جميل. حلو. حلو الصراحة. حلو مصر. تحيا السيسي، تحيا مصر، تحيا شعب مصر العزيز. الله.